البطاقة الوطنية الموحدة مشروع حضاري يتماشى مع ما ينبغي من تطور مؤسسات وتبدلات اجتماعية، باعتباره يختزل الأوراق الثبوتية الشخصية للمواطن من خلال استبدال هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ببطاقة واحدة تثبت عليها جميع المعلومات، وتغني عن الاثنين في ترويج المعاملات بدوائر الدولة. وهذا ما يطمح إليه العراقي، إلا إن هذه الدائرة المهمة تعاني من قلة الكوادر بحسب الأهالي. دائرة متعاونة ويا المواطن حقيقة، لكن الموظفين عدد قليل، المفروض يعني يزيدون العدد للمواطن، ولا كدائرة من مدير المنتسبين كلهم متعاونين ويا المواطن، دائما بخدمة المواطن حقيقة، ومشكورين على هذا العمل، لأن عمل باهظ والتكلفة والكهرباء ضعيفة والخط خدمة الإنترنت هم ضعيفة، فالمفروض خدمة الإنترنت هاي دائرة دوائر تحتاج الإنترنت حتى تسهلون عمل المواطن. مثلا أنا جيت بكتاب أريد نقول مو ما طول عندي تقريبا ربع ساعة أكثر شيء، بس هو دام وحدات أخوه كيف الزخم قوى عليهم قصمه، ولا والله ما مقصرين تقصير ما عاد أقول لك تقصير من عندهم، لا نعم الناس ما خايف عليهم أنا أخذ كتاب. مسؤولو دائرة البطاقة الوطنية في الأنبار أكدوا إن الدائرة ومنذ افتتاحها قبل عام تعاني الزخم، مشيرين إلى إن عدد العاملين لا يتناسب مع كمية المعاملات التي تصل إلى الدائرة. الزخم الموجود من قبل المواطنين، احنا بصراحة هو واقع حال، شفت انت الدائرة انه الدائرة القاعات اللي موجودة استيعابها ما يتناسب مع العدد اللي موجود المواطنين المراجعين، احنا على العدد اللي موجود اللي عندنا ما يقارب تقريبا 43 الى 48 سجل، هذا يولد تأخير المواطن بالمراجعة الدائرة. انفتحت البطاقة الوطنية بمحافظة الأنبار، وأول دائرة في الأنبار فتحت هي دائرة أحوال الرماد للبطاقة الوطنية بداية عام 2018، وكان دور كبير أنه إنجاز معاملات المواطنين. وبحسب خبراء أمنيين فإن البطاقة وثيقة مهمة اهتمت جميع دول العالم بمكننتها، واستخدمت أحدث التقنيات في مجال أمن المعلومات الإلكترونية والبرامج التشغيلية المتقدمة في عمليات تسجيلها وإصدارها، لأنها تكمن الدولة في تسجيل مواطنيها والأشخاص المقيمين لديها، وهي بالتالي وسيلة مهمة لضبط الهوية الوطنية.